هم لالي يا هم لالي قطاعين طرق دقت ساعة الصفر أجاج نعم سيدي خرطش فردك يلا سيدي انزل انزل ارفع يدك وقف عندك ارفع يدك احترامي سيدي هذا انت ولك ولك احنا قلنا لك تطلع حاجز طيار ولا تطلع الحج ها شو حج ما حج سيدي حاجز طيار طالعين ومين هذا الحج الثاني اللي معك ها مين هذا الشبح الحج اول حسان درب علي سيدي 09:33 7 1 1 1 1 1 ايوه يعني هسه اذا دقيت لك بترد خيو ها نعم وجاي في شنيعك ان شاء الله ولك هذا منظر جندي اول هذا لك يا سيدي سكر بوزك ولك سكر بوزك وين معينك انت وياها ها سيدي الصراحة يا سيدي اكلنا هو يا حسام ليش وين المعين لك انت يا ابو لا غشين يا سيدي الصراحة يعني كنت انا وحسام ايوه بالمخفر سيدي قلو قلو سرقوا شو شو قلت هدول المواعين انسرقوا معين السلك انسرقت ما هو لها يا حجاج معين السلك انسرقت معين السلك انسرقت معين السلك انسرقت هدك هدك اشنا وشفنا والله معين السلك تنسرق قال ولك اول مرة بحياته بتصير انه معين السلك تنسرق سيدي هلا بس نخلص من الحاجز الطيار ننزل على المخفر ونفتح تحقيق بهذا الشأن يرحم امك تعيش يا سيدي تعيش احبابك تفتح تحقيق ها مشان اللي ما يعرف يعرف حاضر سيدي حاضر حاضر امشي تجمع السيارة انت وياه امشي وراي والحاجز طيار سيدي يا هم لالي يا هم لالي مشان شو الحاجز ها مشان يفضحونا المهربين لا يا سيدي خلهم يهربوا بلا ما نقلل هيبة السلك امشي تجمع انت وياه السيارة امشي هذا اصلا احسن من البرد روح ماشي نشب معهم بالسيارة امشي نعم سيدي بتروح على المناوب بتفيقوا بتستلم لي بدلتين جداد وبتغرم هذول الدجاج ببدلتين حاضر سيدي شو سمعت بتروح بتفيق بتستلم بتغرم وبتيجي تمر سيدي قم من وجهي ان شاء الله عقبال العود انتو قدامي لشوف من اولها عادي يا ابو نادر بمين بتشكوا؟ يا سيدي الحقيقة هو يعني ما بالعادة حدا هون يشتغل هيك شغلة لذلك ما بنقدر نعطيك اسم بالتحديد اها معناها مو شغلة سرقة انا قلت له هالحكي لحسان انه ما شغلة سرقة ايوه ايش لحظة ظهري قلت له اكيد انه الهوا مطيرهم لا 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 الهوا ما بيطيرهم يا هم لالي يا هم لالي هذا واحد غايته السرقة وواحد غايته يعلم على ابن السلك مشان هيك لازم اربيه حاضر سيدي بس نمسكه من ربي ومن ربي القرود فهنا يا هم لالي يا هم لالي انت بدك تكمش ولك ولك نملة ما بتقدر تكمش بس تيجي المعين بتروحوا بتجيبوا لي المختار حاضر سيدي حاضر سيدي اسمعني ولك بتروح تقلي لي بيضتين اها ليلو بيضتين لسيدنا بالزيت ما بالسمنة ها وعيون هلا وقتها وابلع حاضر